في العناوين: صواريخ المقاومة تصيب مستوطنات القدس المحتلة. جيش العدو يعترف بفقدان جندي ويواصل عدوانه على غزة. قتلوا أطفال أبرياء نساء. القسام تعلن قتل 52 جنديا صهيونيا منذ بدء الهجوم البري. البحث عن ضحايا تحت أنقاض المنازل في خان يونس. مسيحيو الموصل ينزحون إثر تهديدات داعش. أخذوا أغراضنا، أخذوا شنطنا، أخذوا فلوسنا. سليمان من السرايا: وارد إنشاء جبهة لتطبيق أعلام عبنا. أهلا بكم. بعد يومين مراوحة بين الصمت الرسمي والنفي، اعترف جيش العدو الإسرائيلي بفقدان أحد جنوده في عدوانه على قطاع غزة، معربا عن اعتقاده بأنه ربما قد قتل. وأفادت معلومات صحفية بأن الحكومة الإسرائيلية قد اتصلت بالوسيط الألماني في شأن جنديها. وبعد أسبوعين من بدء إسرائيل عدوانها، أعلنت سلطات الاحتلال مقتل المزيد من جنودها، وفي حين قالت إن عددهم بلغ 29، أفادت القسام عن قتل 52 جنديا بينهم ضباط كبار. وأوضح كبير صحفيها أرتس أن نشر العدد الحقيقي للقتل الجنود سيحدث ثورة حارقة في الكيان الإسرائيلي. تفاصيل العدوان المستمر على قطاع غزة في هذا التقرير. بعد يومين من إعلان حماس أنها أسرت جندياً إسرائيلياً خلال الاشتباكات في قطاع غزة ونفي العدو ما سماه شائعات عن أسره، أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن أحد جنوده فقد في قطاع غزة ويعتقد أنه قتل. وقالت القناة العاشرة التلفزيونية الإسرائيلية إن الجيش يعتقد أن الجندي قتل مع 6 جنود آخرين في هجوم على مركبة مدرعة يوم الأحد، لكن الجيش تعرف على 6 جثث فقط، أمر أكده كذلك المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي في صفحته على موقع تويتر، حيث كتب أنه جرى تشخيص جثث 6 من الجنود 7 من لواء جولاني، فيما تواصل جهات عسكرية جهودها لمعرفة مصير الجندي السابع. جيش العدو أعلن أيضا مقتل 2 من جنوده، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ بداية العدوان إلى 29 إلى جانب عشرات الجرحى، فيما صعدت فصائل المقاومة هجماتها ضد قوات الاحتلال. ولفت بيان للجيش الإسرائيلي كذلك إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح بالغة ليلة الاثنين، ومن بينهم قائد وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. وفي هذا الإطار تناقلت بعض المواقع خبرا نسبته للصحفي الإسرائيلي في صحيفة هآرتس يوئيل ماركوس، قال فيه إن نشر العدد الحقيقي للقتلى من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيحدث ثورة حارقة في الكيان الإسرائيلي. في المقابل قالت كتائب عز الدين القسام إنها فجرت عبوة أرضية في 3 آليات عسكرية بالمنطقة الصناعية شرق جباليا شمال قطاع غزة، وأضافت أنها فجرت عبوة أرضية بدبابة ميركافا في المنطقة الصناعية أيضا شرق جباليا. كتائب شهداء الأقصى من جهتها قالت إنها نفذت عمليتين، الأولى في مستوطنة ناحي العوز والثانية في مستوطنة كفار عزة شرق غزة. وفي السياق نفسه أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة تل أبيب مجدداً بصاروخ M75، وأنها أطلقت 5 صواريخ جراد على عسقلان و5 على بئر السبع، في حين أكدت سرايا القدس أنها قصفت عسقلان ب6 صواريخ جراد وأطلقت صاروخ مالوتكا لأول مرة باتجاه بناية في غزة تتمركز فيها قوات إسرائيلية. إلى
إلى ذلك شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية منذ ليل الاثنين وحتى فجر الثلاثاء على أنحاء مختلفة في قطاع غزة، فيما واصلت الدبابات الرابضة قرب الحدود مع القطاع القصف المدفعي المكثف. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن 7 مواطنين استشهدوا في سلسلة غارات عدوانية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وباستشهاد هؤلاء ترتفع حصيلة الشهداء إلى نحو 580. هذه المجزرة اليوم ترتكب بحق الأطفال والنساء، كانوا يدشسون على موائد الإفطار فإذا بطائرات الـ16. سياسياً، أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية شروط حركة حماس لأي تهدئة مع الاحتلال. وقال هنية في خطابه الثاني منذ بدء العدوان على غزة إن مطالب شعبنا واضحة وثابتة، وهي توقف العدوان وضمان عدم تكرار ورفع الحصار الذي يعيشه شعبنا منذ 8 سنوات. غزة عصية على الكسر، وهي مقبرة الغزاة من فجر التاريخ وحتى الآن وإلى المستقبل، لتكون القاعدة والرافعة لشعبنا الفلسطيني بإذن الله سبحانه وتعالى. إن مطالب شعبنا واضحة ثابتة لا غموض فيها، ليقف العدوان، وقف العدوان وضمان عدم تكرار هذا العدوان ورفع الحصار. هذا الحصار الظالم الذي عاشه شعبنا الفلسطيني. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح من جهته أكد أنه حتى الآن لم تنضج الأمور لبلورة اتفاق وقف إطلاق نار مع الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع، وشدد في مقابلة مع قناة الميادين على أن الذي سيرسم نهاية هذه المعركة هو أداء المقاومة في الميدان. وقد بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في القاهرة مسعى دبلوماسيا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور القاهرة أيضا سعيا لوقف في إطلاق النار. كيري التقى أيضا نظيره المصري، وسيلتقي مسؤولين مصريين في مقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح مسؤولون أمريكيون أنه سيبقى في القاهرة حتى صباح الأربعاء على الأقل، وقد يتوجه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط. وللإطلاع على آخر المستجدات في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من هناك الزميل محمد المدهون. محمد يعطيك العافية، تفضل. نعم رائد روما، هذا الحراك السياسي المكثف للوصول إلى التهدئة خلال الساعات الماضية في القاهرة وفي عدة عواصم عربية، إلا أن الوضع في الميدان ما زال مستمرا على حاله من قصف وغارات جوية وقصف مدفعي من قبل دبابات ومدافع الاحتلال. اليوم واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمنازل المواطنين، واستهدفت منازل بعض القيادات السياسية في حركة حماس. زياد الضاذا نائب رئيس حكومة حماس السابقة التي كانت في قطاع غزة ودن بيته، كذلك نزار عوض الله وهو أحد أعضاء المكتب السياسي للحركة، وكانت أيضا قد قصفت الطائرات مبنى ومنزل الشهيد أحمد الجعبري عائلة الشهيد ليلة أمس. عدد الشهداء اليوم وصل إلى 12 شهيدا، لترتفع الحصيلة الكلية للعدوان الذي بدأ منذ أكثر من 16 يوما إلى أكثر من 600 شهيد وإصابة ما يقرب من 4000 مواطن معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء. على الصعيد العسكري، المقاومة ما زالت ترد هذا العدوان، وقد أعلن القسام أنه استهدف دبابة مركبة شمال بيت حانون بقذيفة RPG-29، وأعلن عن مقتل جندي في اشتباكات الأمس في القطاع، ليرتفع عدد الجنود القتلى حسب الاعترافات الإسرائيلية إلى 28 جنديا منذ بدء المعركة البرية منذ يوم الجمعة الماضي، أي اليوم نحن في اليوم الخامس، 5 أيام شهدت مقتل 28 جنديا، هذا حسب الاعترافات الإسرائيلية. فيما يقول القسام إنها أحصت قتل مجاهديها ل 52 جنديا في الاشتباكات المباشرة، وتقول إن بينهم ضباط كبار، وهذا ما يتطابق مع ما اعترف به العدو الإسرائيلي من مقتل قائد إحدى الألوية النخبة بالأمس في عملية التسلل خلف خطوط العدو في شمال إيرز. والقسام تقول إن هذا العدد لا يشمل القتلى الذين يتكتم العدو عليهم في الآليات المستهدفة التي تستهدف في القذائف، قذائف الكورنيت وغيرها
من مضادات الدروع. اليوم تدخل هذه العملية يومها 16، وهذه طبعا تشير إلى أن الأمور ذاهبة للتصعيد أكثر، وحتى الآن رغم التهدئة التي كان هناك حديث عن تهدئة إنسانية بالأمس لمدة 5 ساعات، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يرد على هذا الطلب الذي كان قد قدم من قبل الأمم المتحدة، والعدوان على حاله ما زال مستمرا في قطاع غزة. نعم، شكرا للزميل محمد المدهون. انتشر فيديو من حي الشجاعية عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال لأم تحاول تحت القصف مساعدة ابنها المصاب وإنقاذه ونقله إلى مكان آمن. ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي يكشف عبر برنامج الحدث تفاصيل لقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والأمين العام للجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح. ولقاء لاتصال مع خالد مشعل كان ولقاء معكم. نعم. طيب هذا اللقاء متى تم؟ يعني في الأيام الماضية. الأيام الماضية القليلة الماضية. طيب هذا اللقاء هل كان لكي يطمئن السيد نصر الله على المقاومة في فلسطين على مدى فعلا تقدم قدرة صمود هذه المقاومة؟ لا شك كان هناك قراءة للواقع الميداني في قطاع غزة، ومن الطبيعي أن يعني يسمعوا ما هو الواقع الميداني الحقيقي والفعلي على الأرض، وبكل تأكيد كانت يعني اطلاع السيد على أن المقاومة بما تمتلكه من إرادة ومن تصميم ما زالت في قمة عطاء وهي بخير. اللقاء ننسي تحدث عن يعني نقاشات لها علاقة بالاستراتيجيات خلينا نسميها أكثر والواقع الميداني في قطاع غزة، ولم يتطرق إلى التفاصيل الميدانية في كل قطر عربي حقيقة. وهذا يعني اليوم ما يجري في قطاع غزة يجعلك تتحدث بقضايا أكثر استراتيجية وعمق في واقع. أنتوا رح تتطمنوا إذا منشغلين عنكم حزب الله في سوريا؟ لا، إحنا لم يعني لدينا قلق بأنه هناك انشغال. هذا لقاء طبيعي بين قوى وحلفاء في مشروع المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي، من الطبيعي أن يكون هذا اللقاء، وهذا لقاء طبيعي وروتيني يعني ليس استثنائي. بس تأكدتوا أن حزب الله منشغل عنكم في سوريا؟ عم تقول عنا كان قلق، هل تأكدتوا بأن حزب الله فعلا منشغل في سوريا عن فلسطين؟ لا شك الأحداث التي تجري في المنطقة وخصوصا في سوريا والواقع في لبنان من الطبيعي يشغل إن كان حزب الله ولا غير حزب الله، لأنه بالنهاية هناك تصبح، وهذا جزء دائما نتحدث عنه من محاولة إشغال الأمة في مشاكلها الداخلية والقطرية التي تبتعد عن فلسطين. الرئيس السابق للجمهورية ميشيل سليمان زار الرئيس تمام سلام في سرايا وأعلن عن أنه في وارد إنشاء جبهة لتطبيق إعلان بعبدة. وعلى كل المسؤولين
انه يساعدوا الحكومه ويقفوا حد رئيس الحكومه. الحل بانتخاب رئيس الجمهوريه اولا، ومن ثم الذهاب الى الاستحقاقات الاخرى. الخط الوسط، يعني الخط الوسط ان صح التعبير، مع باقي الافرقاء اللبنانيين، ما هي اليوم الاستراتيجيه التي تضعها لنفسك لتطوير هذه الخطوه والبقاء على هذا الخط الوسطي في لبنان؟ المهم هو متابعة المواقف اللي اتخذتها خلال رئاسة الجمهورية متعلقة تحديدا بسيادة لبنان على سياسته الخارجية وتطبيق تنفيذ إعلام بعبدة اللي اتفقنا عليه طاولة الحوار. تحت تهديد سيف داعش يستمر نزوح مسيحيي الموصل من المنطقة. بعد تهديد داعش المسيحيين لمغادرة الموصل للمرة الأولى في تاريخ العراق تحت طائلة دفع جزية أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو إشهار إسلامهم، يستمر نزوح المسيحيين إلى المناطق المحاذية مخلفين وراءهم بيوتهم وكنائسهم التي وسمها مقاتلو داعش بحرف نون للإشارة إلى أن نصراني يقطنها. كان النداء اللي ظهر من هذه الجماعات الإرهابية أنه يا إما أن يصبح المسيحيون مسلمون أو يغادروا أرض المسلمين. يعني إحنا نطالب الأمم المتحدة ونطالب المجتمع الدولي، نريد حقيقة دعم على أرض الواقع، تدخل عسكري لفض هذه المشكلة اللي يعاني منها البلد. بعض النداءات عبر مكبرات الصوت كانت قد دعت المسيحيين إلى مغادرة المنطقة مهددة بتصفية من يمتنع عن الخروج. باقونا، سلبونا، أنا مريضة. أنت منين جاية؟ أنا جاية من الموصل. أخذوا أغراضنا، أخذوا شنطنا، أخذوا فلوسنا. شو أطلب من الحكومة؟ نحن كنا نريد من الحكومة حل يوم 5/6 و6/6 و7/6، مو هاليوم. هاليوم ما يفيد الحل، هاليوم كل شيء راح. يجوز الحكومة رجعتني على بيتي، بس شو أرجع؟ بيت فارغ؟ أرجع على حيطان؟ أرجع بدون هوية؟ أرجع بدون جواز سفر؟ أرجع خسرانة ذهبي وتعب عمري؟ يذكر أن عدد المسيحيين يقدر بنحو 25,000 شخص لثاني أكبر مدن العراق التي تضم نحو 30 كنيسة، يعود تاريخ البعض منها إلى نحو 1500 سنة. أهلا بكم من جديد. أعلنت المديرية العامة للأمن العام مكتب شؤون الإعلام أنه بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، أوقفت المديرية العامة للأمن العام مواطنتين سوريتين خلال مغادرتهما إلى سوريا عبر معبر العبودي الحدودي بجرم محاولة تهريب طفلة إلى سوريا بمستندات لا تعود إليها. في عين التين رئيس الحكومة تمام سلام، التفاصيل نتابعها مباشرة مع زميل باسل العريضي. باسل، يعطيك العافية، تفضل. يعطيك العافية رائد. هل لا زال اللقاء مستمرا ام غادر الرئيس؟ لا لا لا، بالواقع رائد الرئيس تمام اسلام غادر منذ بضع دقائق عين التيني، خرج من المدخل الخلفي متجنبا الصحفيين في القاعه الرئيسيه تماما من المدخل الذي دخل اليه للقاء الرئيس نبيه بري. اللقاء دام حوالي الساعه، لا يوجد بعض معلومات متوفره حول طبيعه هذا اللقاء، لكن الاجواء العامه رائد كانت تشير الى ان منذ الصباح كانت تشير الى ان هناك حركه سياسية في لبنان اليوم ناشطة على المستوى المحلي الداخلي، تجلى ذلك أو تظهر ذلك من خلال لقاءات اليوم في السرايا الحكومية مع الرئيس ميشيل سليمان والتصريح الذي أدلى به من السرايا الحكومية، إضافة إلى لقاء اليوم اللقاء الذي عقد منذ بعض الوقت بين الرئيس تمام إسلام والرئيس نبيه بري. المواضيع الأساسية اليوم على جدول البحث رائد، بداية موضوع مجلس الوزراء الذي تم تحديد هذه الجلسة في اليوم الخميس المقبل على وتم توزيع جدول الأعمال على الوزراء، لكن هناك مسائل عالقة كما بات الجميع، يعني مسألة الجامعة اللبنانية إضافة إلى مسألة الرواتب للقطاع العام. بهذه يعني هذين الموضوعين الأساسيين اللذين تم بحثهما اليوم مع الرئيس نبيه بري ومع مجمل الاتصالات التي تجري خارج يعني في الكواليس وخارج وبعيدا عن الإعلام، وتحديدا من قبل عدد من الوزراء المعنيين في الملفات المالية والاجتماعية، وتحديدا يعني كان هناك بعض اليوم
المواقف التي صدرت صباحا في بعض الصحف لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط عندما قال أنه مستعد لحلحلة الموضوع الجامعة اللبنانية وتحديدا ما يتعلق بعميد كلية الطب. يعني جميع هذه الأمور رائدة على ما يبدو أنها حركت بعض الشيء، المسألة أو العجلة السياسية في لبنان بعد التوقف طويل واستاتيكو كان فترة طويلة نتيجة الخلافات السياسية والمحاصصة داخل مجلس الوزراء وفيما يتعلق بمواضيع حياتية أخرى وتحديدا ما يتعلق بموضوع الجلسة التشريعية لإقرار الرتب والرواتب للقطاع العام. لن نتحدث عن سلسلة الرتب والرواتب، نتحدث عن إمكانية دفع الرواتب للقطاع العام والمستحقات المالية القادمة. إذن رأيت جميع هذه الأمور كانت محط بحث اليوم، نتوقع أنه في الساعات القليلة المقبلة ستتبلور العديد من الأمور وتحديدا فيما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. في هذه الأثناء وصل الوزير المالية علي حسن خليل. سنحاول معرفة مين هو معالي الوزير احنا على الهواء مباشرة. يعني وزير المالية يرفض الحديث إلى الإعلام بطبيعة الحال. كما ذكرنا هناك اتصالات كثيفة جدا في كواليس السياسة اليوم لبلورة الأمور وتسوية الوصول إلى تسوية سياسية معينة لحل الملفات الأساسية العالقة اليوم. نعم. طبعا نتحدث عن أمور الحياتية بانتظار أن تتضح الصورة أكثر. نعم شكرا لك باسل. رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي يطالب الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المدعو عبود السيد لإطلاقه النار على مجموعة شبان كانوا يجلسون في مقهى. دان رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي الحادثة التي حصلت في بلدة القرقف إثر قيام المدعو عبود السيد بإطلاق النار على مجموعة من الشبان كانوا داخل قهوة يملكها آل الأسمر في ساحة البلدة، ما أدى إلى وقوع 4 جرحى هم سعيد الرفاعي، علي خضر الرفاعي، عبد الله أمين، ورينام الرفاعي. شاب محسوب على شو اسمه على الحزب القومي وشاب محسوب على جماعة خالد الظاهر، ما حنقول تيار المستقبل، على خالد الظاهر اللي هو عضو بلائحة تيار المستقبل، وكل الناس بتعرف جو الأرقف، بتعرف جو المحيط، بتعرف نحن هذه كله بنرفضه. نحن عايشين بالضيعة، كلنا مع بعضنا البعض، هودي اللي تصوبوا ما حدا له علاقة، يمكن في شباب يقعدوا بيسهروا مع بعضهم البعض، في شاب اختلف هو واحد، 3 سنة هو واحد. وحضنينه أحد السياسيين، حضنينه أحد السياسيين. أي ساعة صرت معكم؟ الساعة 11 بالليل. 11 وربع. إجوا 4. الرياب نحن أسلام سنة نحن أسلام سنة، واللي حضنوا نحن كنا معه. هيك بيعمل بأهليته وبيسه. وطالب الأسمر الأجهزة الأمنية بالتحرك لإلقاء القبض على مطلق النار. فعاليات وأهالي بلدة العين يطالبون الدولة بالتحرك لإطلاق سراح ابن القرية المهندس ماجد محمد عيسى القاضي والذي اختطف في عرسال. عقد أهالي ورؤساء بلديات ومخاتير في البقاع الشمالي اجتماعا في منزل المهندس المختطف في عرسال ماجد محمد عيسى القاضي من بلدة العين، وجرى البحث في التداعيات الخطرة للاختطاف على المنطقة. وأنا بحضرك وبحض عيالكم تساعدوني، أنا عمري 85 سنة 87 سنة وابني عمره والولاد صغيري وما عامل شيء، دكتور له قيمته ومربي، وأنا بحضكم وبحض عيالكم تساعدوني لحتى نجي تشوفوا لي ابن عرسيل لاش خطفه وشو عامل ابني، سألوا بالعين كله شو ابني صفيته. ندعو كل المسؤولين السياسيين والأمنيين بشكل عام والشرفاء الكرام من أهلنا في عرسال بشكل خاص العمل الجاد من أجل إطلاق سراح ابننا المخطوف وتفويت الفرص على من يعمل لجر منطقتنا إلى فتن وفوضى نحن بغنى عنها. وكان المهندس القاضي قد اختطف من قبل مسلحين في أطراف عرسال وجرى اقتياده إلى جرود البلدة. انخفاض منسوب مياه بركة رأس العين في سوريا ينعكس ضررا على المزارعين. انعكس انخفاض منسوب مياه بركة رأس العين في الرشيدية في صور على المزارعين الذين اشتكوا من شح مياه الري واضطرارهم إلى ترك بعض أراضيهم من دون زراعة.
يعني المي والزراعة السنة كتير تعيسة، لأنه خف النبع وكانت المي الكميات المي اللي ناخذها أكثر من هيك، فاضطرينا نحط شبكات ري. كنا نسقي جار، تكلفنا وحطينا شبكات ري لحتى نوفر على حالنا وقت ولحتى نوفر مي كمان. سنة الميات ما في مي، ما شتتش الدنيا، ما صارش مي. والدخان خرب، والزرع والخضرة ما طلع لنا شيء. يذكر أنه سجل هذا الصيف انخفاض منسوب مياه البركة إلى أكثر من 50 سنتيمتراً، وهذه البركة بنيت منذ أكثر من 2000 عام وتتغذى من ينابيع المياه الجوفية، وهي وعلى متانة دعائمها تعاني اليوم من تصدعات تؤدي إلى تسرب آلاف الأمتار المكعبة من مياهها يومياً إلى البحر. اعتصام طفولي دعما لأطفال غزة، وأطباء بيروت الحكومية يتضامنون أيضا مع القطاع المحاصر. سواء كانوا في لبنان أو في غزة يجمعهم مسار ومصير، هم فلسطينيون وهم أطفال. من بحر بيروت اختار أطفال الشتات دعم إخوانهم في غزة. أطفال هجرهم العدو من أرضهم، وها هو اليوم يلحق بأقرانهم في غزة، يحرمهم الركض على الرمال والنوم بأمان في بيوتهم. ندعوكم لبذل كل الجهود لوقف الجنون العنيف المتجدد على غزة وأبنائها، والذي يخلف وراء المجاذر والعذاب والدمار في البيوت والمدارس والمستشفيات والحياة. وكما بيت أطفال الصمود، كذلك تحية طيبة وتضامنية من مستشفى رفيق الحرير الحكومي. ونناشد شرفاء العالم والوطن العربي الوقوف صفا واحدا في وجه الطغاة الذين لطخوا وجه العالم بالخزي والعار. لبنان وغزة، بيروت وغزة، لبنان وفلسطين وجهان لمقاومة واحدة ولنصر قادم إن شاء الله. ووجه الأطباء نداء إنسانيا للعالم لوضع حد للمجازر والانتهاكات التي تخطت كل المواثيق. فجرت وحدة من الجيش السوري نفقا للإرهابيين يمتد من شمال برج المعلمين باتجاه تجمع المدارس في جوبر. وأوضح مصدر عسكري لسانا أن طول النفق يبلغ 400 متر بعرض حوالي 80 سنتيمترا وارتفاع 170، ويبعد عن سطح الأرض نحو 12 مترا، وهو مجهز بتمديدات كهربائية وأجهزة اتصال وكاميرات مراقبة، ومفخخ بالعبوات الناسفة. يبلغ طوله 400 متر وعرضه نحو 80 سنتيمتر وارتفاعه 170 سنتيمتر، ويبعد عن سطح الأرض بتمديدات كهربائية وأجهزة اتصالات سلكية وكاميرات. تبنت حركة طالبان العملية الانتحارية التي نفذها رجل على دراجة نارية في العاصمة الأفغانية كابول. العملية أسفرت عن مقتل 4 أجانب واستهدفت مجمعا تابعا لدائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الأفغانية، يقع في الشطر الشمالي من العاصمة وعلى مقربة من المطار الدولي. قائد شرطة كابول أوضح أن الانفجار وقع داخل مجمع للأجانب، وقد قتل 4 منهم وأصيب 6 بجروح، ولم يكن أي أفغاني في المجمع عند وقوع العملية، كما لم تعرف جنسيات الضحايا ووظائفهم. وقد باشرت الشرطة التحقيق لمعرفة كيفية دخول الانتحاري إلى المجمع على دراجته النارية. من صيدا إلى غزة، وجه واحد لمدينتين، ورسالة من معروف القلعة إلى رئيس الميناء في القطاع. تقرير رامي الأمين. هؤلاء الأطفال يرمون بأجسادهم في بحر صيدا، يلهون مطمئنين غافلين أن في الجانب الآخر من البحر أطفالاً يموتون على شاطئ غزة. لكن صيدا لا تغفل عن فلسطين. هنا في أسواق المدينة العتيقة تجد فلسطين في كل مكان، وهنا في أقل الإيمان تستطيع أن تعثر دائماً على هدية متواضعة تحاكي فلسطين، كالكوفية التي يسبق وجودها اغتصاب إسرائيل
أرضنا المقدسة. صيدا مدينة فلسطينية مثل ما هي مدينة لبنانية، يؤكد بعض أبنائها، وهي تتأثر بما يحدث لغزة اليوم كما تأثرت دائماً بما يحدث لفلسطين عموماً. هنا تجد حنظلة، طفل الأعوام العشرة الذي اعتمده ناجي العلي توقيعاً لرسوماته. بين صيدا وفلسطين أكثر من بحر، لهذا سوف ننتقي مقطعاً من قصيدة لمحمود درويش نرسله في البحر إلى غزة، على الأمواج تحمله تحية إلى أطفال تلك المدينة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي. وليست غزة أغنى المدن، وليست أرقى المدن، وليست أكبر المدن، ولكنها تعادل تاريخ أمة، لأنها أشدنا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته، لأنها كابوسه، لأنها برتقال ملغوم، وأطفال بلا طفولة، وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء بلا رغبات، لأنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأغنانا وأكثرنا جدارة بالحب. مسار 66 عاماً يثبت أن القضية الفلسطينية لا تعني شعباً واحداً فقط، فهي حية في كل العالم بمختلف رموزها. جاءوا إلى فلسطين من البعيد، من خلف أسوار العرب، من ضفاف لا تطل على القدس، ورسموا على جدران المدن المحتلة وعوداً من العاصفة. تقرير جاد غصن. ما بال هؤلاء الفلسطينيين سبعة عقود مزقتهم ونثرت بعضهم بين ركام الاحتلال، وبعضهم تحت التراب، وبعضهم الآخر لاجئون في دهاليز مخيمات علقت ماضيها على جدرانها صورا مزقتها الذاكرة. وكان فلسطين أصبحت قضية محلية وشعارات خشبية. مثلا إذا حدا بيعرف كارلوس، شخص اسمه كارلوس بس ما نسمعه والله. لا هو مش من هون، هو ناس قتلوا كرمال فلسطين، كوزو أوكاموتو. مش هذا الشهادة الضبطية وتعرف معلومات عنه. أول حضرتك ما بتعرفون؟ لا ما بعرف، اسأل الأستاذهم كمان. راشيل كوري معقول تكون سامع عنه؟ ولكن لا، بين الماضي والمستقبل حاضر يشهد على أن فلسطين تبقى بحجم الإنسان آخر الثورات الأممية. من فنزويلا أتاها إليتش راميريز سانشيز لينضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم كارلوس عام 70. كارلوس من جماعة وديع حداد. إلى فلسطين المحتلة أتى كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني لينفذ عملية مطار اللد في تل أبيب عام 72. طبعاً اليابان الله يرحمه بعده عايش هو على علم ما. بعد ثلاثة عقود أتت إلى غزة الطالبة الأمريكية ريتشل كوري لتتحدى بجسدها الأعزل قوة إسرائيلية أرادت هدم بيوت الغزيين، فاختار الإسرائيليون دهسها بجرافاتهم من دون تردد. طبعا ريتشل كوري مناضلة كمان أممية. هنا فقط بين هذه الأجساد المترامية تحت التراب تفهم أن في فلسطين ليس الفلسطينيون المستهدفين، بل نزعات الإنسان في أي إنسان.
جديد. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. كانت النشرة صواريخ المقاومة تصيب مستوطنات القدس المحتلة. جيش العدو يعترف بفقدان جندي ويواصل عدوانه على غزة. قتلوا أطفال أبرياء نساء. القسام تعلن قتل 52 جندياً صهيونياً منذ بدء الهجوم البري. البحث عن ضحايا تحت أنقاض المنازل في خان يونس. مسيحيو الموصل ينزاحون إثر تهديدات داعش. أخذوا أغراضنا، أخذوا شنطنا، أخذوا فلوسنا. سليمان من السرايا. وارد إنشاء جبهة لتطبيق أعلام عبنا. كان هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.